فيسيولوجي لكتشر نمبر 12 محاضرة رقم 12 وهي محاضرة رقم 4 في مادة السكن. دكتور محمد اسماعيل، راح نحاول نتخلى المحاضرة قصيرة قدر الإمكان أساس تقدروا تحضروها وتكونوا مركزين فيها. طيب المحاضرة عن الهارت، Introduction for Cardiovascular System. فإحنا عشان كونه أول مرة أنتم بتاخذوا عن الكارديوفاسكولار ممكن أخذتوا بالتوجيهي، فراح نبلش شوي بأشياء من البداية، يعني راح نشرح شوية أناتومي شوية هيستولوجي عشان شوي نتدرج شوي شوي عشان نفهم الفيسيولوجي أوف ذا هارت. طبعا هنا هي أول محاضرة مش مايند ماب، عملت محاضرة كاملة. When we studied the cardiovascular system we studied three main parts. إيش الثلاث أجزاء المهمة في الكارديوفاسكولار؟ عندنا الهارت اللي هو البامب، تمام، عندنا البلود فيزلز اللي هو الناقل، وعندنا الفلويد اللي هو البلود الموجود في البلود فيزلز. تمام، الهارت هو البامب، هو اللي بيضخ البلود في البلود فيزلز، ومن خلال البلود فيزلز بوصل للتيشو في للأنسجة في خلايا الجسم المختلفة، بوصل لها الغذاء والأكسجين. احنا محاضرتنا اليوم راح تكون عن الهارت بشكل أساسي اللي هي موضوع المحاضرة. نبلش بالأول بالاناتومي اوف ذا هارت. اناتومي اوف ذا هارت، وين موجود الهارت؟ هاي المنطقة موجود في المنطقة اسمها ميدياستانيا، من اسمها يعني الوسطى، خلينا نحكي او في الوسط، هاي المنطقة اسمها ميدياستانيا في الجسم. فهو موجود هون بين الستيرنم اللي هي العظمة اللي تبعت القفص الصدري من قدام، والفيرتبرال كولوم من وراء اللي هو العمود الفقري من وراء، تمام، وبيحوطها من الجهتين اللي هو الرئتين. فهو القلب مش طاير بالهواء لحاله، لا، هو محاط بالرئتين من قدام في الستيرنم، من وراء الفيرتبرال، تمام. احنا مش راح نقرأ هون كتير بشكل قراءة، راح اشرحهم وكله مكتوب هون. هلا الاشي المهم بالهارت لازم نعرفه، النقطة رقم 4 هون، هاي بنسميها point of maximum intensity اللي هي بنسميها apex of the heart. هون احنا لما نيجي نسمع الهارت بنحط السماعة على هاي المنطقة، هي اكثر منطقة بيكون فيها الصوت واضح للقلب. بالعادة هي بتكون تحت النبل، يعني احنا بنحط هون السماعة تحت النبل وبنسمع. هلا شو اهميتها؟ المفروض انت بس تحط هون اللي هي بتكون بالفيث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولر لاين، هيك يعني هاي الميد كلافيكولر فيث انتركوستال، يعني 1 2 3 4 5 فيث انتركوستال، هاي مكان البي ام اي. هلا وين المشكله؟ اذا صار في عندنا مثلا كارديوميجالي، يعني الهارت كبر مثلا، صار زي هيك، تمام، وين صارت؟ زاحت، مزبوط. ممكن اذا كبر اكثر تصير هون، بتصير لاترال بدل ما كانت هون. فاحنا اذا حطيت انت هون السماعه سمعت الصوت خفيف، جيت لهون صار الصوت قوي، فانت هذا بعطيك مؤشر انه في عنده تضخم في القلب، في عنده مشكله الزلمه. فانت بتروح بتصوره بتلاقي في عنده فعلا مشكله. فهاي يو اتس انديكيتور فور ا بروبلم ان ذا هارت. طيب الهارت من شو بتتكون؟ عندنا من تو اتريوم وتو فنتريكلز. طبعا هذا شو بتعرفوا؟ اذينين وبطينين، تمام، مش راح اعيد الكلمه بالعربي، لازم تعرفوها اتريوم وفنتريكلز، هيك راح تمشي معكم، لازم تكونوا عارفينها. هلا بقسم بين الاتريوم والفنتريكلز اللي هو عندنا انتر فنتريكولار سيبتم، سيبتم يعني حاجز، انتر فنتريكولار بين الفنتريكولم. فاحنا عندنا هذا الهارت، تمام، هاي الاتريومز، هاي الفنتريكل، هاي انتر فنتريكولار سيبتم، وهذا سوري هذا الانتر فنتريكولار بقسم بين التو فنتريكلز، تمام، انتر فنتريكولار سيبتم وانتر اتريال، هاي تمام، انتر ارتيريال انتر اتريال سيبتم. فعندنا انتر اتريال انتر فنتريكولار سيبتم، تمام، فواحد بين تو اتريومز وواحد بين تو فنتريكلز. طيب هلا ما في عندنا فتح بالقلب، القلب مسكر كامل الا في حاله الفيتال سيركوليشن. فيتال سيركوليشن في عندنا فتحتين بتكون، تمام، في عندنا فتحتين، فتحه بتكون هون بنسميها فورامن اوفالي، وفي فتحه ثانيه بتكون بين البولمونري ارتري والاورتا. ليش؟ خلينا نقرا هون شوي. فيتال سيركوليشن، الفيتس، شو هو الفيتس؟ اللي هو من 8 اسابيع لحد ما ينولد، يعني لما يكون بطن امه. هذا بيكون في عندنا تو اوبننجز، واحد اسمها فورامن اوفالي، فورامن يعني فتحه، اوفالي يعني شكلها ايش؟ اوفال. وعندنا داكتس ارتريوسس، الفورامن اوفالي زي ما حكينا هي بين التو اتريوم، بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، اسمها فورامن اوفالي. هاي بتسكر بالعاده بعد ما ينولد الواحد لحالها، بتسكر بالعاده. هلا بعد ما تسكر بصير لها فسه، يعني بتكون مبين عليها مكان انه كان في هون شيء، لما تشوف
تشوف انه هون كان في فتحه بس مسكره. هسه اذا ظلت فاتحه شو بنسميها؟ بيتنت. بيتنت يعني مفتوح، فورامن اوفالي. فاحنا ما اخترعناش الاسم هذا يعني من فراغ. بيتنت فورامن اوفالي يعني فورامن اوفالي لسه مفتوحه. هذا الشيء الثاني، الفتحه الثانيه اسمها دكتس ارتريوسس، هاي بتفتح بين الليفت بولمونري ارتري وبين بين الاورتا. شو بنسميها؟ دكتس ارتريوسس. طب اذا ظلت فاتحه شو بنسميها؟ بيتنت دكتس ارتريوسس، نفس المبدا. عندك دكتس ارتريوسس مفتوحه. هلا هاي بتكون كونكشن بين ترانك اوف بولمونري ارتري والبروكسيمال ديسندنج اورتا. ات الاوز موست اوف بلاد from the right ventricle to bypass the fluid filled non-functioning lung. شو الفكرة منها هاي الدكتس ارتريوسس؟ هلا الواحد هو ببطن امه ما بيستفيد من lungs، شو بده فيهم؟ ما عم بتنفس اصلا، مليانات ايش؟ fluid، fluid filled non-functioning lung، ما عم بيشتغلوا. باخذ هو الغذاء من امه وبرجع لها الويست والفضلات لامه من خلال الدم فقط، فهو ما بيحتاج lungs. فلذلك بيكون في عندنا فتحة بين البولمونري ارتري وال اورطة على طول. اول ما يطلع من الرايت فنتريكل بيضلوا رايح وين؟ على الاورطة. تمام، ها راح نشوف الصورة. This opening should be closed after birth by the effect of mediator like withdrawn prostaglandins after birth or by giving endomethacin endomethacin بيسكر الفتحة، بروستاجلاندين بيخليها فاتحة. تمام، بروستاجلاندين بيخليها فاتحة، endomethacin بتسكر. هاي مرات في عندنا مشاكل بتكون انها فاتحة مثل patent ductus arteriosus، مرات في مشاكل بالقلب بتكون congenital heart disease بتخلينا نضطر نخليها مفتوحة، فبنعطي بروستاجلاندين مثلا. مش مهم تعرفوا التفاصيل هاي، بس لازم تعرفوا انه مثلا احنا مرات بنعطي البروستاجلاندين ونخليها فاتحة، مش دائما لازم تكون مسكرة. اذا كان عنده فعلا congenital heart disease مرات بيكون معتمد عليها عشان يقدر يتنفس. هاي صورة الفيتال، انا ما حطيتها بالمحاضرة لانها يعني بس انذكرت بشكل سريع في المحاضرة. هاي عشان تعرفوا، هون عندنا هاي الفورامين اوفالي، هون هاي اوفالي فورامين هون، فهو بيفتح بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، فبيضلوا فايت الدم على طول للليفت اتريوم، بروح على الليفت فنتريكل. هلا بعد الليفت فنتريكل وين بيطلع؟ الاورطة. تمام، طيب لما يدخل من هون من رايت اتريوم ويروح على الرايت فنتريكل، بعد الرايت فنتريكل المفروض وين يروح؟ على اللنجز. طب انا ما عندي لنجز، فشو فايدة اللنجز؟ اللنجز هون مسكرة، فبيوصل لهون راح يكون مسكرة، مش ما في اصلا لنجز، مليانة سوائل هون، فما بستفيد من اللنجز انا في حالة الطفل. عشان هيك هي دكتس ارتريوسس، فبتفوت على الاورطه بيضل رايح وين؟ على الجسم. تمام، فهاي الفورامن اوفالي هون وهون الدكتس ارتريوسس، هاي ظلت فاتحه بنسميها بيتنت دكتس ارتريوسس، هاي اذا فضلت فاتحه بنسميها بيتنت فورامن اوفالي. طيب نيجي لللايرز اوف ذا هارت. هاي الهارت زي ما انتم شايفين هون لون احمر، فذيس از مايوكارديوم. تمام، الاحمر هذا مايوكارديوم، يعني ايش؟ العضله اللي بتخلينا ايش؟ اللي هي بتنقبض. مايو معناتها عضلة، بيري كارديوم يعني على، بيري معناتها على، اون بيري، كلمة بيري اون، مايو معناها ايش؟ مصل. طيب نشوف هون بنقسم لثلاث اقسام القلب نفسه، اندوكارديوم اللي هي ايش؟ الطبقة اللي من جوا يعني من هون، هاي اندوكارديوم. احنا قربنا الصورة، هون مايوكارديوم هاي العضلة، هاي العضلة كاملة. تمام، وبيري كارديوم اكيد اللي هي ايش؟ هاي هاي البيريكارديوم، هاي نفسها هاي البيريكارديوم. تتذكروا باللانكس شو كان اسم الغشاء اللي بيحيط باللانكس؟ كان اسمه بلورا. هلا في زيه بالهارت اسمه ايش؟ بيريكارديوم. بيريكارديوم هيو، شايفين كيف بيجي من هون بلوفيك؟ فاللي بيكون مواجه للقلب شو بنسميه؟ فيزيرال لاير اوف بيريكارديوم، وهو نفسه الابيكارديوم. تمام، وعندنا الجزء الثاني من البريكارديوم ايش بنسميه لبرا؟ بارايتال. فدائما اللي برا بنسميه بارايتال واللي جوا بنسميه فيزرال. ففي عندنا بريكارديوم من برا بيكون، بعدين بنبلش هون ابيكارديوم، مايوكارديوم، اندوكارديوم، بعدين هون الهارت تشامبر. هاي البريكارديوم نفس مبدا اللانكس، هاي البريكارديال كافيتي بدخل فيها القلب زي هيك، فهي بتكون هيك محيطه مع فلويد عشان ايش؟ الانقباض والانبساط تبع القلب يكون بشكل سلس وما يصير فيه فريكشن او مع الاشياء اللي حوالي القلب زي الرئتين مثلا. تمام، طيب نيجي للهارت فالفز. شو الفالفز؟ صمامات. يعني ايش صمامات؟ يعني هي بتفتح من منطقه لمنطقه في القلب. حكينا القلب متكون من 4 تشامبرز، مزبوط، يعني 4 غرف. عندنا الرايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل. اتوقع انكم فاميليير مع الاشياء هاي وكيف بتحرك الدم، بس هون عشان نحكي بسرعه، في عندنا الانفيريور فينا كافا بيجي من الجسم كامل، هيو الانفيريور فينا كافا،
بيكون مع دي اوكسجينيتد بلاد، فهي اللون ازرق. نفس الشيء السبيرور فينا كافا، هذا بيجي من الدماغ والاشياء اللي فوق القلب يعني، بتصب هون. فبيجي الدم من جهتين، من فوق الجسم ومن تحت الجسم، من خلال فينا كافا سبيرور وانفيرور. وين بيصب في الرايت اتريوم، هون بيصب كل الدم اللي من الجسم. بيجي هون بيكون لونه ازرق، تمام؟ خلينا نحط هنا بي بلو. شو يعني ازرق؟ يعني دي اوكسجينيت. بعدين من خلال الرايت اي في فالف، اول فالفز اسمهم ارتيريو فنتريكولر، يعني بين الاتريوم والاتريو فنتريكولر والفنتريكلز، تمام؟ هاي عندنا واحد هون واحد هون. راح نمشي، بيجي الدم هون بيكون لونه ازرق دي اوكسجينيتد، بيمشي من خلال الرايت اي في فالف اللي بنسميه ايش، هذا ترايكاسبيد فالف. ليش سميناه ترايكاسبيد؟ بيكون متكون من 3 كابس، تمام؟ هلا بنشوف الصوره. 3 كابس بيمشي لهون، بيجي على الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل بيضخ وين؟ من خلال الفالفز اللي هو البولمونري فالف، اللي هو النوع الثاني من الفالفز، اللي هو اسمهم سيميلونير، سيميلونير فالف. ففي عندنا تو فالفز، تو بارتس اوف فالفز، خلينا نحكي، اللي هم اي في فالفز وعندنا السيميلونير فالف. الاي في فالف اللي هم بيفصلوا بين الاتريوم والفنتريكل، والسيميلونير اللي هم اللي بيطلعوا من الهارت. فعندنا بيجي الدم وين؟ لعند الرايت اتريوم، بيمشي للرايت فنتريكل من خلال الترايكاسبيد فالف او الرايت اي في فالف. بعدين من الرايت فنتريكل بيضخ لوين؟ لللانجز، من خلال البولمونري فالف، هيو لونه ازرق، من خلال البولمونري ارتري. سميناه ارتري ليش هون؟ مع انه بيحمل دي اوكسجينيتد، اي شيء بيطلع من القلب بنسميه ارتري، فهو طلع من القلب من هون سميناه ارتري، مع انه ايش؟ دي اوكسجينيتد. فهذا هو الارتري الوحيد اللي بالجسم بيحتوي على بلو بلاد او دي اوكسجينيتد بلاد، بيروح لللانجز. بيرجع من اللانجز وين؟ بيرجع من البولمونري فين. طبعا هذا كمان نفس الشيء، الفين الوحيد اللي ايش؟ بيحتوي على ريد بلاد او اوكسجينيتد. ليش سميناه فين؟ لانه داخل القلب. ففي عندنا فور بولمونري فينز، اثنين من هون اثنين من هون، بيجوا بيدخلوا وين؟ كلياتهم بالليفت اتريوم. الليفت اتريوم بيودي الدم لوين؟ للليفت فنتريكل من خلال الليفت اي في فالف او المايترال فالف او البايكاسبيد فالف، كلياتهم نفس الاسم. ليفت اي في فالف او مايترال فالف او بايكاسبيد، بايكاسبيد لانه ثنائي. فبيجي على الليفت فنتريكل، والليفت فنتريكل بدوره، الليفت فنتريكل بضخ من خلال الاورتيك فالف اللي هو السيميلونير يعتبر، لوين؟ من خلال الاورتا للجسم كامل. هيك هيك، تمام؟ للجسم. زي ما احنا شايفين الليفت فنتريكل، شوف كيف العضلات هون، العضلة اكبر من هون. ليش؟ الليفت فنتريكل وين بضخ؟ للجسم كامل، فبيحتاج العضلة تكون قوية، فشوف كيف ما اكبرها هون. الرايت فنتريكل ما بيحتاج هالقوة، فهون شوي يعني بضخ لللانكس يعني. طيب زي ما احنا شايفين هون، شوفوا هذا الفالف، في اشياء هون، شو هاي؟ نقرب عليها الصوره. هاي اسمها ايش؟ كوردا تندناي. هاي تندونز. هلا التندون دائما وين بيرتبط؟ بمصل، تمام؟ دائما تندون بيكون هو بيرتبط بمصل، بيكون شاد المصل مثبتها. شو المصل اللي هون عندنا؟ اللي بابيلاري مصل. هاي مهمه جدا لازم تكونوا عارفينها. فعندنا بالهارت في عندنا الشيء اسمه بابيلاري مصل، بيكون ماسك الفالف من خلال الكوردا تندناي. فهاي بتكون شادة الكوردة تندناي اللي هي مرتبطة بالفالف. ليش؟ عشان إذا الدم رجع من هون زي هيك بحالة الكونتراكشن اوف ذا فنتريكل بيسكر الفالف، تمام؟ بيجي بضخ لهون عشان ما يرجع لورا ويضل موجود بالفنتريكلز ويطلع على الجهة اللي احنا بدنا اياها، ما بدنا يرجع للاتريوم. هلا هو هون بضخ لهون، هذول بيسكروا، بس ينزل الدم لهون، هذول بيسكروا، فهذا بضخ لهون عشان هذول بيضلوا مسكرين. فهون شو اللي بيخليهم يضلوا مسكرين؟ اللي هو الكوردة تندناي مع البابيلاري مصل. طيب اذا البابيلاري مصل راحت، صار لها رابتشر، بغض النظر شو المشكله، اسكيميا، ثرومبس، امبولاي، اي شيء علقون وعملنا بابيلاري مصل رابتشر. مرات بتصير عندنا بابيلاري مصل رابتشر، فشو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا شيء اسمه فالف برولابس. شو يعني برولابس؟ يعني بفلت، خلينا نحكي، بصير هيك ببطل، يعني ببطل يسكر مزبوط. برولابس. فهاي مشكله بتصير في البابيلاري مسل رابتشر، فبصير في عندنا ايش؟ ليد تو باك فلو اوف بلاد تو اتريوم، ميكسينج بلاد بتوين فنتريكل اند اتريوم. مصيبه يعني، بصير يرجع الدم من هون لهون، ببطل كله ينضخ بشكل كويس، تمام؟ فهمنا شو كوردة تندناي، فهمنا شو البابيلاري مسل، فهمنا شو اهميتها، تمام؟ عشان ضلها ماسك الفالف.
خربت بتمسكش الباب، بصير في mixing of blood. فعندنا ال function of the valve allow blood flow from atrium to ventricle when ventricle pressure lower than atrial pressure and prevent back through back flow مش black نشيل هاي back flow of the blood. This flow it occurs when ventricle are relaxed, the chordate tendinae are slack and papillary muscle are relaxed. تمام، لما يكون اصلا هون عندنا relaxed بتكون هون ايش مفتوحات بتكون مرتخيه، لما يكون عندنا ايش الventricle relaxed مش شاد، بس شد الventricle بتشد مع البابيلاري مسل وبتسحب مع الكورد تندناي بتسكر عندنا الفالف بطريقه كويسه. هاي اشكال الفالفات، هاي الترايكاسبيد اللي هو الرايت، هاي الثري كابس، هون التو كابس، هذول سميناهم سيميلونير ليش؟ نصف قمر هيك يعني شكلهم زي نصف القمر كامل، سميناهم سيميلونير. هاي صوره اوضح للفالف كيف بيشتغل، هون بيكون فاتح بيدخل، هون بسكر، شوفوا كيف بمنع البلد انه يرجع. هلا في عندنا ساوندز اوف هارت، اصوات، من وين بيطلع الصوت تبع الهارت؟ صوت الهارت هو من اغلاق ال الاصوات اللي هو الهارت ساوندز، هي من ايش؟ من الهارت فالف كلوجر، من اغلاق الصمامات، هاي اللي حكينا عنها. احنا ايش حكينا؟ في عندنا ايفي فالفز وسيميلونير صح؟ فهلا لما يسكروا ال AV valves بيطلع عنا هو S1 the first heart sound هو اللب بنسميه is created by closure of AV valve اللي هم التريكاسبيد والميترال. أما ال S2 هو الثانية السيميلونير الأورتيك والبولمونري دب. فإحنا لما نسمع الصوت كيف بيكون صوت؟ لب دب لب دب لب دب. هذا وصف ال heart sound، لما أنت تحط السماعة على القلب تسمع لب دب لب دب، هاي الصوت. هلا مرات نسمع S3 sound، هلا S3 إذا سمعته لازم تبحث إنه بتعتبره pathological، إلا في حالات اللي هو بيكون مرات normal، وين؟ في الناس اللي عمرهم أقل من 40 سنة أو الأثليتس مثلا بيكون في عندهم S3 sound، هذا بيجي إيش زيادة لب دب مثلا لب دب زي هيك بيطلع الصوت. بس كثير طبعا الصوت هذا يعني ما بتقدر تسمعه كثير، مش هال مش بهسهولة تسمعه. تمام، فهو نورمال في اذا كان واحد عمره 40 سنه هو بيكون بالعاده نورمال، بس انت ما بتعتبره نورمال. لما تسمع S3 ساوند بتروح تدور على سبب حتى لو كان 40 سنه، فبتروح تدور على باثولوجيكال كوز، ما لقيت باثولوجيكال كوز معناته بتحكي نورمال. تمام، اتس جنرالي باثولوجيكال اوفر ايج اوف 40، اكثر من 40 بالعاده بيكون ايش اب نورمال. وين بيصير هذا؟ في الكونجستيف هارت فيلر. ليش بيطلع الاس 3 ساوند؟ لانه بصير في عندنا رابيد فيلينج اوف فنتريكلز، رابيد فيلينج اوف فنتريكلز. تمام، يعني الفنتريكلز عم بتعبوا بسرعه. ليش؟ لانه في عنده فشل في القلب، ما عم يشتغل كويس القلب، فبصير في عندنا رابيد فيلينج اوف فنتريكلز في حاله الكونجستيف هارت فيلر، فشل القلب، بيطلع لنا صوت الاس 3 ساوند. فاحنا اذا سمعنا اس 3 ساوند بنعتبره باثولوجيكال دائما، فبتروح تدور على سبب حتى لو كان اقل من 40، ما لقيت اسباب بتأدي للاس 3 ساوند بتحكي عنه نورمال. اوكي، بس مش انت سمعته بتحكي عنه نورمال، لانه مش طبيعي انك تسمع اس 3 ساوند حتى العمر 40 سنه، مش بس يعني مش شيء كومون انك تسمعه اس 3 ساوند. تمام، هلا في عندنا كمان صوت اللي هو اس 4. تمام، هذا طبعا دائما باثولوجيكال، بس انا حطيته هون عشان تكونوا انتم فاميليار فيه انه في اس 4، مش انه ما في، في اس 4. هذا بيكون ستيف فنتريكل، الفنتريكل بيكون ستيف، هاي في حاله الهايبرتروفيك كاردوميوباثي. مش مهم تعرفوا الشيء هذا بالضبط، بس هذا بيكون في تضخم في عضلة القلب. تمام، وبتكون الهاي العضلة هاي بتكون لسه أكثر لهون، هيك بتكون هايبرتروفي بيكون. تمام، بيكون صار لها إيش تضخم، فبيكون ستيف يعني إيش يابس، يعني القلب بيكون يابس زي ما تحكي ستيف، فبطلع عنا الأس فور ساوند. فهاي الفور ساوندز عنا النورمال منهم أس 1 وأس 2 الطبيعي، أس 3 إذا كان أقل من 40 سنة فقط، غير هيك كله أبنورمال. في عنا إيش اسمه ميرمر اللي هو الخشخشة زي ما نحكي، ميرمر اللي هي لب دب بخ بخ هيك بطلع الصوت ميرمر. هذا مش مهم معكم، بعدين راح تأخذوه. هلا البلد سيركوليشن زي ما حكينا، كيف الدم بيمشي؟ بيجي من التشو. تمام، بيكون فيه محمل بثاني أكسيد الكربون، فبدخل من الليفت أتريوم اللي هو من خلال الانفيرو فينا كافا والسبيرو فينا كافا، بدخل على الرايت أتريوم من خلال بعدين الميترال فالف، بدخل الرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل بيدخل لللانجز من خلال البولمونري ارتري،
بروح لللانجز. اللانجز بتصفي السي او 2 زي ما حكينا بالمحاضره اللي قبل، بيطلع السي او 2 بدخل الاو 2 فبصير اوكسجينيتد، فمن خلال البولموناري فين برجع للليفت اتريوم، بيجي هون بتجمع، بعدين بدخل على الليفت فنتريكل من خلال الميترال فالف. تمام، الليفت فنتريكل بيضخ الدم لوين؟ من خلال الاورطة، من خلال الاورتيك فالف، من هون عن طريق الاورطة لباقي الجسم. هاي السيركوليشن اوف ذا بلاد. عندنا هون دي اوكسجينيتد، لما يرجع من اللانجز بيكون اوكسجينيتد. المرة الثانية البولموناري فين بيكون اوكسجينيتد، البولموناري ارتري دي اوكسجينيتد، عكس كل الجسم باقي الارتريز دائما اوكسجينيتد. تمام، طيب في عندنا سالكس. شو يعني سالكس؟ خندق او يعني حفرة، حفر في القلب. هذول شو مهمتهم في القلب؟ ليش موجودين؟ هذول موجودين عشان الارتريز والفينز للقلب. مش القلب يعتبر تيشو ومش هو عضلات، فبتحتاج ايش؟ ايش بتحتاج هاي؟ مش بتحتاج تغذية، مش فيها سي او 2، مش عم تشتغل، طيب معناتها بتحتاج ارتريز وفينز، مزبوط؟ فهون عندنا القلب هو بيغذي نفسه. فعندنا اول شيء بيطلع من الاورطة، تمام، اول شيء بيطلع من الاورطة قبل ما يطلع اي شيء، بيطلع عندنا ايش اللي هم الكورونري ارتريز بنسميهم، الشرايين التاجيه. تمام، في عندنا ليفت كورونري ارتريز، ليفت كورونري ارتري هو واحد، والرايت كورونري ارتري يا كورونري ارتريز. ففي عندنا ليفت وفي عندنا رايت. هلا الرايت بنقسم لا بوستيريور، بيجي من ورا هيك، تمام، بوستيريور انتر فنتريكولار ارتري، ورايت مارجنال ارتري، هذا لاف فيك يعني بيكون مش مبين من هون، اللي هو هذا من هون رايت مارجنال. تمام، الليفت كورونري ارتري بنقسم لايش؟ للسيركمفلكس ارتري ولايش؟ ولا اللي هو للليفت سيركمفلكس ارتري وللانتيريور انتر فنتريكولار ارتري. تمام، هيهم هيك وهيك وهون هيك وهيك، هذا بنقسم قسمين وهذا بنقسم قسمين، هذول بيغذوا القلب بشكل اساسي. وهذول اللي لما يسكروا بالعاده بيعملوا الجلطه، الواحد لما يصير معه جلطه بيكون مسكر واحد من هذول، هذول كثير صغار فبيكونوا معرضين انه يسكروا بسهوله، فهم هذول بيغذوا القلب، فاذا سكر ببطل يوصل الدم للقلب فبتبطل تشتغل العضله، فبيصير شيء اسمه ايش؟ الجلطه القلبيه. تمام، الإشي الثاني، طيب عندنا القلب اشتغل وطلع سي او 2 وطلع ويستس وفضلات، من وين بدهم يطلعوا؟ في عندنا ايش؟ كورونري ساينس، هم هذول عباره عن ايش؟ اللي هم الفين تبع الهارت، فبيجوا هون على طول بيضخوا في ايش؟ في الليفت في الرايت اتريوم على طول، اول ما يجوا الساينس هون بيجمعوا السي او 2 والدي اوكسجينيتد بلاد تبع الهارت بودي على الرايت اتريوم على طول. فهاي سيركوليشن تبعت القلب نفسه، تمام، جوا القلب يعني، خلينا نحكي تكون تمشي بسالكس هاي الارتريز والفينز. تمام، طبعا هذا كله هم مكتوب تقدر تقرأوه، انا هون كله شرحته زي ما هم. طيب الجزء الثاني راح نحكي عنه الهيستولوجي اوف كارديك ماسل، حكينا عن الاناتومي وحكينا عن تفصيلات القلب ومن ايش بتكون. هلا بالنسبه للهيستولوجي اوف ذا كارديك ماسل، كارديك ماسل فايبرز، بدنا نعرف انه الكارديك ماسل عباره عن شكل نفس السكيليتال ماسل، يعني سترياتد. تمام، سترياتد، وبتكون ايش؟ بتضلها تمشي هيك وبيلزقوا ببعض وبفلتوا، بيلزقوا ببعض وبتركوا، ديفايدنج ريكومبايننج اند ذن سبريدنج اجين. تمام، وسترياتد زيهم زي السكيليتال، وبتكونوا من اكتين وميوسين فيلمنتس زيهم زي السكيليتال ماسلز. طيب لعد احنا ليش بنحكي عنهم هون اذا انهم نفس السكيليتال ماسل؟ لا مش نفس الشيء، بيختلفوا عن السكيليتال ماسل ببعض الاشياء. بايش بيختلفوا؟ عندنا الكارديك ماسل از سنسيشن انتر كونكتد باي انتركليتد ديسك، هاي معلومه مهمه. اول شيء كلمه سنسيشن ما لازم تكونوا عارفينها، وعندنا كلمه انتركليتد ديسك، هاي شيء بفرق بتفرق عندنا الكارديك ماسل عن السكيليتال ماسل. شو يعني هذا الحكي؟ سنسيشن هي بتكون عباره عن الخلايا نفسهم بيشتغلوا كانهم وحده واحده، تمام، سيل single cell mass containing several nuclei. شوفوا كيف عبارة، انت شايف هون كلها عضلة واحدة صح وفيها اكثر من، شوف كيف مرتبطين كلياتهم ببعض، عبارة عن ايش؟ في كثير نيوكلياي، وبقسمهم ايش؟ هاي الانتركليتد ديسكس، بس بنحكي عن اهميته، هذا هو اللي بيخليه يشتغل كسنسيشن. تمام، فهي بتكون عبارة عن وحدة واحدة بتنقبض مرة واحدة. شو السبب انها بتنقبض مرة واحدة؟ اول شيء انه في اكثر من نيوكلياي بنفس العضلة، وبعدين في عندنا الانتركليتد ديسك اللي بتربطهم مع بعض وكانهم صاروا وحده واحده، مش كانهم خلايا مختلفه، مش هاي خليه وهي خليه، لا صاروا كلياتهم كانهم خليه واحده بتحتوي على نيوكلي اكثر من نيوكليوس، بسبب انه في انتركليتد ديسكس هم اللي بيفصلهم عن بعض. تمام،
شو الانتركاليتد ديسك اللي هم هذول اللي لونهم اسود تمام. هذول هاي بيرميابيليتي فور فلو اوف ايونز ان ذا سيل اوف ذا هارت وذ اس انود باي افكت اوف انتركاليتد ديسك. فهذول ايش في عندهم هاي بيرميابيليتي اوف ايونز تمام. فاول ما يوصل اكشن بوتنشال في اي منطقه منهم راح ينتقل للخلايا كلياتهم بسرعه هائله وب كانهم خليه واحده راح يكونوا. Once action potential is initiated in one cell, it will directly spread quickly to the whole syncytium and contract as one unit. هون contract. هاي غلط هون بالكلمة. فهون راح تنقبض بشكل واحد. تمام؟ هلا في عنا two syncytium بالheart. Two syncytia الجمع تبعها. عنا الارتري اتريال والventricles. فبالتالي شو بنفهم من هذا الحكي؟ إذا هذول syncytium وهذا syncytium معناته هذول بنقبضوا لحال مع بعض وهذول بنقبضوا لحال مع بعض. فبالعاده الاتريوم بنقبض بيودي البلد للفنتريكل، بعدين الفنتريكل بنقبض بيودي البلد للجسم وهكذا. طيب هلا بدنا نعرفه انه ما في عندنا جاب جانكشن بين اتريال اند فنتريكل. شو الجاب جانكشن؟ هسه رح نحكي عنهم. فشو اهميتها هي نو جاب جانكشن بين الاتريال والفنتريكل كونتراكتايل سيلز؟ شو يعني؟ يعني الاتريال والفنتريكل ما بيرتبطوا ببعض الكتريكلي، مفصولات في بيناتهم non conductive fibrous tissue that surround and support the valves. ففي عنا non conductive fibrous tissue يعني ما بنقل التيار من الاتريوم للفنتريكل، فبالتالي هذا راح ينقبض لحاله وهذا راح ينقبض لحاله. هاي السبب انه ما بنقبضوا الاثنين مع بعض لانه في بيناتهم ايش non conductive fibrous tissue. تمام. however في عنا ايش اللي هو conductive specialized conduction system called AV bundle. هو هذا اللي بنقل الكرنت AV bundle. هلا راح نحكي عنه باخر المحاضره في الكوندكتيفيتي. هي اللي راح تنقل الكرنت من الاتريوم للفنتريكلز from the atrium to ventricle to ensure synchronization. هلا راح نحكي عنه. هلا انتركاليت الديسك خلينا نحكي عنها بشكل مفصل شوي. هاي امبورتنت ستراكشر، وين موجوده هاي؟ حكينا بالكاردياك، موجوده ببعض السموث ماسلز اللي هي بالجي اي سيستم. بالجي اي سيستم هلا هاي شو الفكره منها؟ انها لما تو سيل ميمبرينز fuse together and act as one cell membrane بيكونوا مرتبطين بشكل يعني كل الايونز بتدخل بسرعه هائله وكلها بتدخل. طبعا في عندنا البربط الانتركاليتد ديسك بربط حكينا خليتين بيخليهم كانهم خليه واحده. في جزئين من بيخلي الجنكشن بين الخليتين عن طريقتين، في عندنا الديزموزومز وفي عندنا ايش جاب جنكشن. الديزموزوم هي اللي بتربط الخليتين ببعض وتخليهم ايش متلاصقات ببعض، يعني زي كانه كونه رابطهم ببعض. تمام. الجاب جنكشن هي فتحه بيناتهم. فهون شوف كيف الاكشن بوتنشال بيمشي بسهوله بيناتهم. تمام. فهو ووتر فيلد شانل ذات الاوز ايونز اكشن بوتنشال سايكليك ام بي اي شيء كلياته هاي بيرميابيليتي كله بدخل. شو السايكليك ام بي؟ كلكم بتسالوا عنه. السايكليك ام بي هو سكند ماسنجر، هذا اللي هو بنقل المعلومات بفعل خليه الاخرى. تمام. فشو اهميه الجاب جنكشن؟ هي بتسرع الاكشن بوتنشال. طيب هسه بنحكي عن الفيسيولوجي اوف ذا هارت. هسه حكينا الاناتومي، حكينا عن الهيستولوجي وفهمنا كيف الهارت وشو اللي بيغذيه وكيف الدم بيمشي خلال الهارت. طيب هسه بدنا نحكي شوي عن الفيسيولوجي اوف ذا هارت وكيف طبيعه شغله. في عندنا فور مين فيسيولوجيكال فيتشرز اوف ذا هارت لازم تكونوا عارفينها. عندنا اكسايتابيلتي، كونتراكتيليتي، ريثميسيتي اند كوندكتيفيتي. شو يعني اكسايتابيلتي؟ يعني ايش؟ تحفز منها لحالها، يعني هي في لها نظام لحاله هو بيشغل الكهرباء تبعت القلب لحاله بيشتغل. contractility انقباضية مختلفة عن انقباضات الجسم الثاني. rhythmicity راح يكون له رثم معين زي ما هو راح يظل بنفس الرثم يمشي. conductivity له conduction خاص، له نظام لنقل السيال العصبي خاص فيه لحاله. تمام. هلا راح نحكي بالتفصيل عن كل واحد منهم. excitability كلكم بتعرفوا صانع الخطو اخذته بالتوجيهي مزبوط. هذا شو بنسميه هون بس كبرتوا صرتوا طب شو بنسميه؟ SA node pacemaker. تمام. The heart is self-excited organs by or through the SA node. تمام. وregulated ديروا بالكم by autonomic nervous system اللي هو sympathetic والparasympathetic. راح نحكي عنه المحاضرة الجاي. هذول هم اللي بينظموا ال SA node. بس ال SA node لحالها بتطلع الكهرباء عن الautonomic. sympathetic راح يرفع الكرنت ويسرعه، الparasympathetic راح يخفضه. المحاضرة الجاي راح نحكي عنهم هذول بالتفصيل. طيب in contrast to nerve and skeletal muscle in which the membrane remains constant resting membrane potential. تذكروا
كيف المسل حكينا عنها، والنيرف حكينا قبل، انه هذول بيكونوا ايش؟ بريستنج ميمبرين بوتنشال صح؟ ماينس 70 او ماينس 80، بضلوا يستنوا تا ايش؟ unless they are stimulated صح؟ لازم يصير في stimulation. اما الكاردك اوتوريثميسيتي ريثميتك سيلز، شو يعني اوتوريثميتك سيلز؟ اللي هي الاس اي نود وغيرها راح نحكي عنهم كمان شوي، اللي هي بالكوندكشن سيستم اوف ذا هارت، اللي هم لحالهم بتحفزوا، اللي هون عندنا باس اي نود بشكل رئيسي. وفي الاشياء الثانيه اذا خربت الاس اي نود راح يشتغل في اوتوريثميتك سيلز اخرى. فعن الاوتوريثميتك سيلز دو نوت هاف ريستنج بوتنشال، شو يعني؟ ما بتضلها تستنى لحد ما يصير لها ستيميوليشن، لا هي لحالها بتصير لها ستيميوليشن. تمام؟ هلا راح نحكي عنها كيف. فهي هنا ايش؟ بيس ميكر اكتيفيتي، عشان هيك بنسميها بيس ميكر اكتيفيتي، صانع الخطو. This their membrane potential slowly depolarize بعدين drift between action potential until threshold بعدين بصير في عندنا الاكشن بوتنشال. ما في resting membrane potential بالاس اي نود ماشي، ما في resting membrane potential، ما بيضل يستنى لحد ما يصير خلص اوكي هو في اقل شيء تمام اللي هو ماينس 60 بيكون تمام، بس ما بيضل يستنى تيصير في stimulation اوكي. فهي ما في عندها resting، دائما شغاله. What is the SA node؟ حكينا pacemaker وين موجودة؟ هي المكان اللي بصير فيه الأكشن potential started or initiated، وين موجودة؟ بال right atrial wall. Right atrial wall. طيب هسه راح نحكي عن SA node specifically. SA node channel تحتوي على sodium channel بنسميها funny channels، هلا بنحكي ليش، calcium channel و potassium channel. هلا هاي ما انشرحت هاي الحيثية بالمحاضرة من الدكتور، بس هاي كثير مهمة تعرفوها لأنها مذكورة بعدين، حاطين لكم الفرق بين الـ SA node potential والـ other cardiac muscle potential، فهي انذكرت بصورة بس ما انذكرت هاي بشكل منفرد، فهون لازم تكونوا عارفينها ولازم تفهموها مزبوط عشان تعرفوا تفرقوا بيناتهم، لأن ممكن نجي عليها أسئلة. هلا ليش سميناها funny channel وشو هي الصوديوم channel؟ طيب خلينا نحكي عن الصورة هون أحسن. أول شيء بيكون عندنا minus 60 الـ SA node تمام، شوفوا كيف ما في خط resting membrane potential، دائما في ايش؟ حركة. فعنا بيكون minus 60 بس عند minus 60 على طول بيفتح عندك الصوديوم channel، بتضلها بتفتح بتضلها فاتحة شوي شوي، بصير في عندنا slow depolarization لحد ما يصير minus 40. عند minus 40 بتفتح عندنا الكالسيوم channel، الكالسيوم channel بتفتح بتدخل البوزيتيف لجوا، بتضلها فاتحة هاي ايش؟ لمدة 100 ل 150 ملي سكند الكالسيوم channel، بعدين بتسكر لحالها. فهي بتفتح بعدين بتسكر لحالها، خلص سكرت. اول ما تسكر بصير البوتاسيوم يطلع لبرا، واول ما البوتاسيوم يطلع لبرا كتير وترجع نيجاتيفيتي، اول ما يصير نيجاتيف لحالها بتفتح الصوديوم شانل. فهون شوفوا كيف at open هاي when the potential becomes more negative hyperpolarized at the end of repolarization from the previous action potential. هذا طبعا unusual behavior، ما فيش عندنا channel اول ما ينزل بيفتح لحالها، فعشانها unusual behavior سموها funny channels تمام، عشان هيك سموها funny channels. فعنا اللي بيتحكم بالاول اللي هو الصوديوم بوصل للثريشولد بعدين بصير في الاكشن potential، فهي صوديوم بعدين كالسيوم على ناقص 40 بتفتح، بتفتح لمدة 100 ل 150 ملي سكند بعدين بتسكر لحالها تمام. بعدين بيجي البوتاسيوم بيفتح بيرجع لنا الريبولاريزيشن، بيعمل بيرجعها للماينس 60، بعدين بتفتح صوديوم بترجع وهكذا. هاي اس اي نود بوتنشال، شايفين كيف شكله؟ احفظوه، ما في بلاتو بالاس اي نود، اس اي نود بتضلها هيك شغاله. طيب هلا الهارت كونتراكتيليتي، انقباضيه الهارت. طيب كونتراكشن اوف كارديك سيلز To eject blood is triggered by action potential sweeping across the cell membrane of the muscles. مش حكينا بيطلع الاكشن بوتنشال بيمشي بالهارت بيعمل له كونتراكشن. فالكونتراكشن شو اللي بتحكم فيه؟ اللي هو الاكشن بوتنشال اللي بيطلع من الاس اي نود وبتحرك في القلب. The heart contracts or beat rhythmically as a result of action potential that is generated by itself autorhythmically. زي ما حكينا تمام؟ autorhythmicity. And contract as sensation as one unit. of atrial then ventricle. واضح الكونتراكتيليتي هون، خلص هاي فاهمينها احنا. هلا في شيء لازم تعرفوه، الكارديك ماسلز بشكل عام في لها نوعين، عندنا الكونتراكتايل سيل اللي هي بتنقبض وبتمثل 99% من الكارديك سيلز، وعندنا ايش؟ الاوتوريثمتيك سيلز اللي هي ايش؟ اللي هي اللي هي باقي اللي هي 1% يعني ريمايندر اوف كارديك سيلز، هاي ما بتصير كونتراكشن
بس شو بتعمل هاي الانيشيت كوندكشن، انيشيت اند كوندكت، يعني بتطلع الاكشن بوتنشال وبتنقله في خلال الكارديك ماسل بتعملها كونتراكشن. فهاي نوعين من الخلايا. طيب قبل ما نحكي عن الكونتراكتيليتي اوف هارت، خلينا نحكي عن الكونتراكتيليتي اوف سكيليتال ماسل كيف بيشتغل. على هاي الحيثية راح ترجع تنشرح في النيوروماسكولار جانكشن، بس زي ما حكيت لكم بالبوست قبل هيك انه هاي الحيثية انشرحت قبل، انشرحت بشكل طفيف، وعساس نرجع نشرحها في النيوروماسكولار جانكشن محاضرة لحال. بس هون سكيليتال ماسل اكشن بوتنشال كيف بيشتغل. تذكروا السينابس، تذكروا صورة السيناب هيك صح؟ هاي السيناب، وهون عندنا الاكسون هيلوك، وبعدين هون عندنا نوب، بعدين هون ايش بوست سينابتيك ميمبرين، هون بري سينابتيك ميمبرين. كيف بصير في عندنا ستيميوليشن صح؟ بيجي من هون عندنا الاكشن بوتنشال مزبوط، بيجي على الاكسون هيلوك هون، بعدين بدخل الاكشن بوتنشال لوين؟ لهون. تيجي عندنا الكالسيوم، هون الكالسيوم بدخل لجوا صح؟ فعندنا ستيميوليشن، عملنا ستيميوليشن، بعدين كالسيوم انتر ذا سينابس هون، فبصير عندنا ايش الاكزوزايتوسيس للنيورو ترانسميتر، فبتيجي لهون الاكزوزايتوسيس تمام، بصير في عندنا هون نيورو ترانسميترز، وين بتيجي؟ على البوست سينابتيك ميمبرين، وبتنقل عندنا الاكشن بوتنشال للجهه الثانيه للخليه الثانيه. خلينا نفرض انه هاي العضلات هون عضله تمام، فانتقل الاكشن بوتنشال لهون وعملها كونتراكشن. فهي كالتالي بصير في عندنا ستيميوليشن، بعدين بيجي الاكشن بوتنشال على السيناب، بدخل الكالسيوم، الكالسيوم بنقل النيورو ترانسميترز اللي هي مينلي في العضلات اللي هي الاسيتيل كولين تمام، بعدين بنتقل الاسيتيل كولين لهون كونه يعني نيورو ترانسميتر اتصل هون، شو بنسميه لايجند جيت تمام، لايجند جيتد ايش جيتس هون، فبتفتح بدخل الصوديوم والكالسيوم على الجهه الثانيه وبتعمل كونتراكشن في الماسلز تمام. طبعا هون لما يوصل الاكشن بوتنشال ترانسميتد ثرو ترانسفيرز تيبيول كوزنج ريليز فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم كوز ماسل كونتراكشن، وين هذا؟ في المسل سيل. فبوصل الاكشن بوتنشال هون صح، هون في عندنا ايش اللي هي ساكرو بلازميك ريتيكولوم، اتوقع هيك ساركوبلازميك ريتيكولوم، هذا بصير يطلع كالسيوم وين؟ في العضله نفسها. الكالسيوم هو اللي بيعمل ايش عندنا الكونتراكشن في المسل كونتراكشن تمام. هاي بالنسبه للسكيليتال مسل، هيك الشغل تبع السكيليتال مسل. هلا شو الكاركترستيك اوف نيورو ماسكولار جانكشن؟ هاي فهمناها هون كيف بصير تمام، هون فهمناها. طبعا هون لما يتصل هون شو بيفرز عندنا؟ في عندنا صوديوم بنفرز عشان شو ينقل الاكشن بوتنشال مع الكالسيوم اللي بيدخل على المسل فايبر. فعندنا نيورو ماسكولار جانكشن، هون نيورو ماسكولار جانكشن لازم تكونوا عارفين الكاركترستيكس تبعتهم، الدكتور ركز عليهم هذول شوي. عندنا اول شيء بنسميهم هايبريد ريسبتورز، شو يعني هايبريد؟ طبعا دائما شو يعني سيارات هايبريد؟ يعني ما بتصرف كثير. فهون لو اسيتيلكولين بيعمل عندنا هاي كونتراكشن، فهي عشان هيك اسمها هايبريد. وعندنا ايش؟ بتحتوي على نيكوتينيك ريسبتور، نيكوتينيك لانه يعني من السيجارت، السيجارت النيكوتين بالسيجارت بيعمل نفس الاكشن تبع الاسيتيلكولين على هاي ريسبتورز، فعشان هيك سميناها نيكوتينيك ريسبتورز. هو ريسبتور بيرتبط عليه الاسيتيلكولين، والصدفه انه النيكوتين اللي بالسيجارت بيعمل نفس الريسبتور على نفس الافكت على نفس الريسبتورز، فسميناها نيكوتينيك ريسبتورز. والليجند جيت ليش؟ لانه نيورو ترانسميتر ارتبط في جيت، زين الليجند جيت. طيب اجى الاسيتيلكولين هون صح؟ ارتبط، وين بيروح بعدين؟ يا بيجي عندنا انزيم اسمه اسيتيلكولين استريز بيدمره وبخفيه، او بيرجع الاسيتيلكولين هون بس ينفصل، بيرجع بصير له ري ابتيك، بصير له ري ابتيك تمام، فهو بصير له ديجريديشن لكولين واسيتيت، بعدين الكولين بصير له ري ابتيك باي بري سينابتيك، بيرجع هون بصير له ري ابتيك تمام. طيب شو دور الكالسيوم؟ مش حكينا هون الكالسيوم راح يدخل على الخليه وعلى الساركوبلازميك ريتيكولوم، على الـ على الساركو على الساركومير على تبع المسل، راح نشرحه في المحاضره النيورو ماسكولار جانكشن بطريقه مفصله اكثر. بس في عندك الكالسيوم لما يدخل في الساركومير اللي هي الخليه العضليه، يعني الخليه العضليه اللي هي اكتين والمايسين، شو شغل الكالسيوم؟
الكالسيوم بيرتبط بالتروبونين سي، شو هاد؟ هلا شوفوا كيف، هاي الاكتين تمام، في عندنا هون ميسين، بيكون ميسين وإله ايش؟ بيكون زي زي هيك اشي عشان يرتبط بالاكتين، تمام؟ هاي ميسين هيد. فعنا الاكتين هون، الاكتين شوفوا كيف، هاي الاكتف سايت الدوائر مغطيه بايش؟ بالتروبو مايسين، تمام؟ وبرضه ايش؟ بالتروبونين كومبلكس. فبيجي الكالسيوم بيرتبط بالتروبونين سي، بيعمل عندنا ايش؟ بيرتبط بالتروبونين وبعمل عندنا بيشيل، بيمسك التروبونين، binds troponin C causing troponin to change shape and expose its binding site for myosin. Then tropomyosin complex is detached and its active binding site to actin. شوفوا كيف بس يرتبط هون، بيزيح التروبونين مع التروبومايسين، تمام؟ بيزيحهم على جنب وبكشف ايش؟ expose the active site of actin عشان يرتبط فيه الميوسين. فانت هيك الكالسيوم جهز العضله انه يرتبط فيها الميوسين عشان ايش؟ يصير في سلايدنج ويصير في انقباض. حكينا هاي التفاصيل، راح نلف اكثر بالمحاضره اللي بعدها. interaction between cross bridging myosin with actin occur causing power stroke and therefore contraction with filaments sliding over each other. تمام، فهي بتصير تدفش لهون، بعدين بتيجي هون واحده ثانيه تدفش لهون وهكذا. فالكالسيوم بيرتبط بالتروبونين سي وبكشف الاكتف سايتس. شو بتعمل الاستيلكولين هون؟ نرجع نحكي الاستيلكولين هون بتنتقل، اللي الاستيلكولين بتفعل الاكشن بوتنشال، بتنقله من الخليه للخليه، بتنقل نيورو ترانسميتر، بتنقل الاكشن بوتنشال، تمام؟ وبتعمل اكتيفيشن او اكسايتيشن للمسل سيلز بهاي الحاله، تمام؟ طيب شو بالنسبه للهارت مسل اكشن بوتنشال؟ الهارت مسل هسا حكينا الاسينود، الاسينود لحالها خلينا نحكي، تمام؟ هسا بالنسبه للهارت مسل نفسها من ايش بتتكون؟ عندنا تو شانلز، تو شانلز، عندنا الصوديوم شانل وعندنا السلو كالسيوم صوديوم شانل اللي هي ال تايب كالسيوم شانل برضه بنسميها. هلا وين ذا اكشن بوتنشال اوكرز؟ بس يوصل هسا طلع من الاسينود راع الخلايا، هسا بس يوصل للخلايا العضليه شو بصير؟ بتفتح عندنا الفاست صوديوم شانل، بتفتح بابندنت اماونت اوف صوديوم انتر ذا سيل. The cell start restoring the negativity through the potassium sodium leak channel. شو يعني هذا الحكي؟ خلينا نشوف هون الصورة. هاي هون minus 90. طبعا هون بالكارديك مسل عندنا resting membrane potential اللي هو minus 90. هاي مش SA node، هون في resting membrane potential، تمام؟ الـ SA node اللي ما فيها resting membrane potential، هون بضلها بتستنى يوصلها الـ action potential من الـ SA node. فأوكي وصل عندنا هون الـ action potential، تمام؟ دخل الصوديوم channel. الصوديوم channel فتحت فدخل الصوديوم بكمية هائلة. وبسرعة شوفوا كيف، بعدين بصير في عنا initial repolarization، ببلش البوتاسيوم ليك شوي لتحت. بعدين عنا ايش بتفتح هون؟ بتفتح عنا الكالسيوم channel، slow calcium channel. After the action potential occur the cell of SA node هون the SA node it will spread directly to the cells of the atrium together with conductive system of the heart حكينا عنه. And the fast sodium channel لأن SA node هون مشطبها الـ SA node هون، تمام؟ راح نعدل هاي بالتفريغ نفسه، راح اعدله على الدرايف. فهون بعدين الصوديوم شانل راح توقف زي ما حكينا، وبتفتح عنا ايش اللي بضلها فاتحه؟ اللي هي سلو كالسيوم صوديوم شانل، اسمها سلو صوديوم كالسيوم لانها بدخل كالسيوم وصوديوم مع بعض، تمام؟ لانها سلو بتفتح بتطول تتسكر، فبتعمل لنا عندنا شيء اسمه بلاتو، تمام؟ تعمل شيء عندنا ايش اسمه بلاتو. فهي remain open for several tenths of second. This activity maintain prolonged period of depolarization causing plateau. شو الأهمية هاي؟ ليش البلاتو؟ هاي عشان ايش؟ انت الكونتراكتيليتي، انت بتحتاج القلب انه يضخ كمية هائلة من الدم، فانت هاي البلاتو بتخلي عندنا depolarization بطريقة أكبر شوي، فبالتالي بيكون contraction أكثر، انقباض أكثر، فبيضخ كمية أكثر من الدم. هلا الـ width and negativity of calcium sodium channel اللي حكينا عنها، تمام، كثير كبيرة والنيجاتيفيتي تبعتها عالية، فشو أهمية النيجاتيفيتي؟ إنها بتسحب على طول الكالسيوم والصوديوم لجوا الخلية، والـ width تبعها كبير فبتدخل كمية أكبر. enable abundant continuous entrance of sodium and calcium
responsible for continuity of efflux of calcium and sodium. فعشان هيك بتدخل كمية هائلة من الصوديوم والكالسيوم لأنها كبيرة ونيجاتيف تشارج تبعتها عالي فبتسحب معها الصوديوم والكالسيوم بتجذب إلها البوزيتيف تشارج يعني. طيب هاي نحكي عن الفيزز. عندنا فيز 0 اللي هي الديبولاريزيشن تمام، بعدين بصير في عندنا انيشال ديبولاريزيشن حكيناها بيطلع فيها البوتاسيوم، بعدين البلاتو المسؤول عنها الكالسيوم صوديوم شانل، بعدين رابيد ديبولاريزيشن بتسكر هاي وبيفتح عندنا ايش البوتاسيوم بترجع يطلع لبرا، بعدين بترجع لارستنج ممبرين بوتنشال هو ماينس 90 هون. فهي ديبولاريزيشن بلاتو ريبولاريزيشن واضح؟ تختلف عن الاس اي نوت تتذكروا كيف، هسه راح نشوف صوره كمان شوي. فعنا ديبولاريزيشن بتفتح عندنا الصوديوم شانل حكينا. At this phase calcium channel برضو بتفتح هون مع بداية الصوديوم هون أول ما تفتح بيفتح برضو الكالسيوم فبتكون فاتحة الكالسيوم هون بس هي سلو فما راح تكون هالتأثير العالي هون فبتفتح الصوديوم هي اللي بتعمل هاي الجمب. الممبرين بوتنشال قديش بصير عندنا؟ بلس 20 في الأكشن بوتنشال هو زائد 20 فقبل ما تسكر الصوديوم. بعدين بصير عندنا initial repolarization بيفتح البوتاسيوم channel والفاست صوديوم channel بيسكروا potassium ion leave the fiber the cell begin repolarize حكيناها. بعدين البلاتو بلاتو بس تيجي هون بتسكر عندنا الصوديوم والكالسيوم هون phase in cardiac contraction that responsible for elongation of duration of cardiac contraction more than contraction of skeletal muscle. هاي فرق برضه هون في عندنا بلاتو تمام، في عندنا بلاتو في عندنا ايش برضه تفرق عن ال السكيليتال انه في عندك ايش صوديوم سلو كالسيوم صوديوم هاي مش موجوده، في عندنا بلاتو هاي مش موجوده بالسكيليتال ماسل تمام. فعن هون برونكت كونتراكشن كونتراكتيليتي اوف كارديك ماسل اكثر ب 15 مره من السكيليتال ماسل از ات انيبلز امتينج بلاد فروم ذا اتريوم. فهي بتخلي البلد تسحبه من الاتريوم خلال الانبساط او الدياستول وعند السيستول بتضخ باكثر من 15 مره من السكيليتال ماسل. فال causes when calcium channel open and sodium close and this perform the influx of calcium sodium into the cell. حكينا هي بتدخل كالسيوم وصوديوم فبصير يدخل للسل. فشو سبب البلاتو الرئيسي؟ عنا انه الكالسيوم permeability بتكون عالية مع الصوديوم برضو حكينا قبل شوي بس هون بشكل اساسي الكالسيوم والبوتاسيوم بصير ايش decrease permeability of potassium. طب نحكي شوية نوتس عن البلاتو. لما نحكي عن الصوديوم لما نحكي الصوديوم channel are fast and calcium channel are slow شو يعني؟ يعني الواحد بتفتح الفاست بتفتح 0.001 second بينما الثاني السلو 0.1 second. طبعا يعني هاي اكثر من هاي بكم مرة؟ 100 مرة مزبوط؟ واحد اثنتين 100 مرة مزبوط؟ ابطأ ب 100 مرة من الفاست channel فعشان هيك سميناها سلو. بس بشكل عام بالنسبة لجسم الانسان شو 0.1 second؟ يعني كثير سريع فعليا بس هي slow بالنسبة للفاست بالنسبة للصوديوم channel. The calcium channel allows influx of calcium and sodium so massive quantities of the ions influx to inside the cardiac fibers causing prolonged state of depolarization. فهمنا شو البلاتو ليش؟ عشان القلب يضخ أكثر ويسحب أكثر دم. The muscle fiber has speciality that after arrival of an action potential the potassium channel بسكروا الممبرين permeability for calcium decreases تمام. فعنا الكومبينيشن of decreased potassium ion efflux ببطل البوتاسيوم يطلع والكالسيوم بيضل يدخل هو والصوديوم. فبالتالي اذا عنا هاي الخلية تمام فيها بوتاسيوم دخلنا ايش كالسيوم ودخلنا صوديوم شوفوا قديش بوزيتيف كله بوزيتيف بوزيتيف بس هاي شو بطيء عم بدخل شوي شوي هاد ببطل يقدر يطلع لبرا. لما تفتح الكالسيوم هاي بصير permeability تبعته كتير واطي فهذا ببطل يطلع فهون كل شو more positive remain inside تمام. فهاي شو بتعمل prolonged depolarization فهمنا كيف بصير plateau when slow calcium channel close potassium channel open والmembrane ايش برجع بصير resting membrane potential. هلا unlike membrane of autoarrhythmic cells like SA node the membrane contractile cell remains essential at rest. حكينا عنها ان هون في عندنا resting membrane potential اللي هي -90 اما
until excited by electrical activity propagated by the pacemaker. أما البيسميكر ما فيها resting membrane potential، بتضلها هيك تمام، ما في هذا الخط مش موجود بالاس اي نود، بس بالفنتريكل موجود، انه بكون بستنى اصلا من البيسميكر تبعث ال هو الاكشن بوتنشال تبعها. طب نحكي عن الديوريشن اوف كونتراكشن، كارديك ماسل بيجينز تو كونتراكت فيو ملي سكندز افتر ذا اكشن بوتنشال. ليش؟ لانه اصلا هو بيطول تمام، بيجينز اند كونتينيوز تو كونتراكت انتل فيو ملي سكند افتر ذا اكشن بوتنشال اندز. حتى تخيل بيضل ليش؟ لانه اصلا الديبولاريزيشن طول، فبيضل الكونتراكشن بيطول شوي. The duration of contraction of cardiac muscle is mainly a function of the duration of the action potential including a plateau. اللي هو قدال plateau 0.2 seconds for atrial 0.3 seconds for ventricle. فالاتريال البلاتو تبعها اقل من الventricles تمام. ليش؟ تحتاج وقت تنقبض، لان ايش؟ بتضخ لك كامل الجسم. هاي شو بالاتريوم بس بتودي للventricles، مش الطاقة العظيمة، فمش بحاجة ل prolonged contraction زي الventricle. انت هنا 0.1 second الفرق، انت شايفه قليل بس هو فعليا ثلث، يعني اكثر بالثلث، فايتس significant بالنسبة للهارت. طيب المسل contraction بشكل عام شو هو؟ هو interaction between cross bridging، حكينا اللي هو acting والميوسين، مش حكينا بيرتبطوا ببعض بصير ايش يعملوا؟ sliding. هاي هيك بصير sliding، نفس الاشي هون ميوسين واكتين بيصير sliding that result in sliding and shortening of the muscles اللي هو contraction. طيب calcium function حكينا بترتبط بالتروبونين، the spine weakening troponin tropomyosin complex، وبتكشف الاكتين عشان ارتبط فيه حكينا. طبعا بالskeletal muscle المين سورس اوف كالسيوم ايون وين؟ اللي هو sarcoplasmic reticulum حكينا، which are released when the action potential arrived. حكينا لما يوصل الاكشن بوتنشال بيروح على sarcoplasmic reticulum وبفرز الكالسيومات الموجوده هناك. طب شو بالنسبه للكارديك ماسل؟ هالكارديك ماسل اللي بدنا نعرفه اللي لاحظناه على شو بيعتمد؟ على الكالسيوم صح؟ بيعتمد على الكالسيوم ايون بالاكسترا سيلولار فلويد، قديش في عندنا كالسيوم قديش بيكون في عندنا contraction. الهارت placed in calcium free solution، اذا حطيته اف يعني هنا انفاكت انه الهارت اذا حطيته بكالسيوم فري سولوشن راح يوقف على النبض تخيل، فهو بيعتمد بشكل اساسي بالكونتراكشن تبعه على الكالسيوم ايونز. كالسيوم ايون سورس ان كاردك كونتراكشن، من وين بيجي الكالسيوم؟ هل هذا شيء بيفرق عن السكيليتال ماسل؟ انلايك سكيليتال ماسل ساركوبلازم كريتيكولوم اوف ذا هارت اندر ديفلوبد، ما في ساركوبلازم كريتيكولوم بالهارت كويس تمام، فعشان هيك ما بيكون في عندنا ستورينج كثير بالساركوبلازم كريتيكولوم بال للكالسيوم جوا العضله تمام. شو اهميتها هاي؟ طب كيف العدل القلب منقبض؟ في عندنا شيء اسمه ترانسفيرس تيبيول، موجود برضه بالسكيليتال ماسل بس ما له اهميه بالسكيليتال ماسل. فهون الكالسيوم ار فاوند ان ذا ترانسفيرس تيبيول اوف ماسل فايبر اند ذي ار ذا سايت اوف ريليز فور ذا ايون فور ذا ايونز. ان ذا ترانسفيرس تيبيولز وي هاف وات وي كولد ميوكوبوليسكرايد. خلينا نشوف الصوره. هاي الهارت تمام، هاي السيتوبلازم تبع الهارت هون بشكل عام، هاي الساركوبلازم كريتيكولوم الموجود جوا الهارت برضه. طيب اجانا الاكشن بوتنشال لهون تمام، مشى الاكشن بوتنشال، شايفين هاي التي تيبيول وهاي تشانلز بالتي تيبيول تمام. في عندنا هون شيء اسمه ايش؟ ميوكو بوليسكرايد. هذول ايش؟ نيجاتيفلي تشارج. اي شيء نيجاتيف تشارج شو؟ بجذب البوزيتيف، فبتلاقي البوزيتيف هون واقف هون هون، فهذول شو بيضلوا؟ مرتبطين في النيجاتيف تشارج. الكالسيوم بيضل مرتبط في لانه بوزيتيف بيضل مرتبط بالنيجاتيف تشارج تمام. فاول ما يجي اكشن بوتنشال على طول بيصير ريليز للكالسيوم، بيدخل على الساركوبلازم كريتيكولوم، سوري الكالسيوم بيدخل لهون والاكشن بوتنشال بينتقل للساركوبلازم كريتيكولوم وبيجي هون الاكشن بوتنشال، فهو بيجي على مكانين الساركوليما والساركوبلازم كريتيكولوم، فبيفرز الكالسيوم اللي موجود بالساركوبلازم كريتيكولوم بالنسبه للهارت قليل، وبينزل الكالسيوم الموجود في التي تيوبولز برضه في السيتوبلازم. وين بيروح؟ على الاكتين والميوسين بيعمل عندنا كونتراكشن، انقبضوا تمام. فعندنا هون اللي بدنا نعرفه انه الترانسفيرس تيوبول ان كارديك ماسل شو اهميتها؟ اكبر بخمس مرات من السكيليتال ماسل، اكبر بخمس مرات، فبالتالي راح تحتوي على كالسيوم اكثر، فهاي بتقدر تحتوي على 25 مرة أكثر كالسيوم،
فهي شو اهميتها؟ انها بتخلي الانقباض اكثر لانه بيعتمد على الكالسيوم، وبيخلي الكالسيوم ري ابتيك برضه اكثر، لانه في تيبيولز هو نفس الشيء راح يرجع ياخذ الكالسيوم، راح يرجع يجذبه لما يرجع ينطل، يعني لما يصير في ريلاكسيشن بيطلع الكالسيوم. تمام؟ فهي نفس الشيء. فهي شو شو الاهميه من الكالسيوم ري ابتيك؟ بريفنت اكيوميليشن اند سبازم. فانت عشان ما يضل في كالسيوم كثير هون فهي ترجع بتاخذه على طول. تمام؟ فهي مهمه بالكونتراكشن، مهمه انه يصير تو بريفنت اكيوميليشن اند سبازم. شرحناهم هون. Source of calcium in cardiac muscle وين؟ sarcoplasmic reticulum و transverse tubule attached to negatively charged mucopolysaccharide. تمام؟ mucopolysaccharide. أما بالنسبة للسكيليتال muscle بس sarcoplasmic reticulum. هاي فرق. تمام؟ والفرق الثاني إنه في عندنا calcium channel بتشتغل، والفرق الثالث إنه في plateau بيناتهم. تمام؟ هاي الفرق بيناتهم. عندنا الأكشن potential نفس الشيء، sarcolemma والتي tubule هون نفس الشيء، بيجي بالsarcolemma. هاي السيركولين عشان ما تبقى. هل هي الجدار تبع المصل. الكالسيوم اين هون؟ بالميوكوبوليساكرايد بالتيتوبولز. هون ايش؟ بالتروبونين بالسكيليتال مصل. هون ما في تروبونين. هون لو ساركوبلازم كريتيكولم اند هاي كالسيوم. تمام؟ هون هاي ساركوبلازم كريتيكولم ولو كالسيوم. هون التيتوبولز اكثر بخمس مرات، هون سمول تيتوبولز. هاي الفرق الاساسي بين السكيليتال والكاردييك ماسل. طيب نيجي على الكوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي حكينا هو انتقال الاكشن بوتنشال يعني. فزي ما بنعرف في عندنا اول شيء في عندنا سبيشاليزد نون كونتراكتايل سيلز حكينا عنهم، تذكروا اللي هم الاوتوريثميسيتي. فهذول بيجوا باكثر من مكان. في عندنا اس اي نود، في عندنا الاي في نود، في عندنا البندل اوف هيس، وفي عندنا البركنجي فايبر. هلا بدنا نعرفه انه البيس ميكر ممكن تكون اي واحده من هذول. طبعا مش طبيعي يكون اي واحده، الطبيعي انه يكونوا اس اي نود. طب اذا الاس اي نود خربت بتيجي الاي في نود هي اللي بتصير تعمل البيس ميكر. طب اذا هاي كمان خربت صار مثلا اسكيميا بطل يوصلهم دم، بيجي على البندل اوف هيس وبصير يفرز. طبعا هذا كلياته بيصير في عندنا نوع من الاريثمياز، مرات بيصير يفرز من هون ومن هون فبصير في عندنا اريثميا. شو يعني اريثميا؟ يعني خربطه في كهربه القلب. تمام؟ هاي احد اسباب خربطه الكهربه القلب يعني. الاسي نود موجودة بالرايت اتريوم. الاي في نود ا سمول بندل سبيشاليزد كاردياك سيل لوكيتد ات ذا بيز اوف ذا رايت اتريوم. هون هاي الاي في نود شايفينها. طبعا هاي بصير في عندها ديلي بال اكشن بوتنشال، بيجي هون بوقف مده 16% من الثانيه. شو اهميتها هاي انها توقف هون؟ انيبل ذا بلاد امتينج فروم ذا اتريوم. فهي بتاجل انقباض الفنتريكلز عشان يلحق الاتريوم ينزل الدمات على الفنتريكل. بندل اوف هيس اللي هم هذول، هذول بندل اوف هيس اللي هو نفسه الاي في بندل. تمام؟ originate from AV node enter the septum هون عشان ينفصل ل right to left bundle branch. تمام؟ بعدين بيركنجي فايبر اللي هم هذول، هذول اسرع شيء the fastest velocity of current. هاي ملخص للكوندكشن كيف بصير. اول شيء بنتقل من الاس اي نود. وين بيروح؟ اول ما يطلع من الاس اي نود راح as a one cc شم راح ينتقل على الاتريوم كلهم مره واحده وينقبض الاتريوم. وبنفس الوقت وين بيكون وصل؟ مع الاتريوم على الاي في نود. طبعا الاي في نود راح توقف الاكشن بوتنشال هون، فبتنقبض هون قبضه واحده اثنتين رايت وليفت بنقبضوا مع بعض، بنزل الدم هون وهون. بس ينزل الدم ببلش بيكون خلص الديلي هون، بنتقل عبر البندل اوف هيس من الرايت والليفت بندل، بعدين على البركنجي فايبر بيروح وين؟ على الفنتريكلز مع بعض، بعدين الفنتريكلز بيجوا بنقبضوا مع بعض. هون في عندنا ديلي بقيمه 1.6 16% من الثانيه. فهيك بصير conductivity of the action potential through the heart. طيب heart rhythmicity شو يعني rhythmicity؟ rhythm يعني نفس ايش؟ الوتيرة. شايفين كيف؟ نفسه هاي الventricle وهاي البركنجي فايبر نفس الاشي شايفين. طب هون مقارنة بين الventricular muscle والاس اي نود. هاي الventricular muscle شايفين وهاي الاس اي نود. هون ما في عندنا plateau، هون في عندنا plateau. هون ما في resting membrane potential، هون في resting membrane potential. شفتوا الفرق؟ SA node doesn't have a plateau. تمام؟ هذول الفرق بيناتهم هون. طيب note لما نحكي depolarization يعني contraction، repolarization يعني relaxation. تمام؟ depolarization هاي depolarization هون معناته شو بصير؟ في عندنا contraction، بعدين في عندنا repolarization هون معناته ايش؟ ريلاكسيشن.
طبعا contraction of the atrium شو معناها؟ relaxation of the ventricle، والعكس ما بصيرش ينقبضوا مع بعض. حكينا بنقبض الاتريوم بيفضي بالها بالفنتريكلز، بعدين الفنتريكل بنقبض بيكون الاتريوم ايش؟ ريلاكس ريلاكس. both contraction and relaxation طبعا بيحتاجوا طاقه، بيحتاجوا اي تي بي. هلا في عندنا refractory period in the atrium 0.15 second وهي shorter than the ventricle اللي هي 0.25 ل 0.3 second. ليش حكينا refractory period؟ حكينا refractory period بتتضمن ايش؟ اللي هو البلاتو، فطبعا البلاتو بالفنتريكلز اكثر من الاتريوم. ليش؟ عشان بده يطول وهو يعمل contraction، بده يلحق يضخ الدم كله للجسم كامل. الاتريوم ما بيحتاج يضخ اصلا دم للفنتريكلز، 80% بيمشي لحاله للفنتريكلز بدون contraction. تمام؟ the prolonged refractory period of cardiac muscle، شو اهميه البرولونجد برضه؟ prevent tetanus. فانت متى بصير التيتنس؟ لما انت تصير الانقباضات سريعة جدا، تمام؟ ما في بلاتو، هاي غلط. هيك تصير مثلا هيك بصير في تيتنس. شو يعني تيتنس؟ يعني تشنج في العضلة، خلاص بطل يقدر يتحرك. allows time for ventricles to fill with blood prior pumping. نفس الشيء، انت بلاتو بنقبض بعدين برتاح شوي شوي، بيكون في عندك refractory period طويلة، بكمان يعني بيساعد على ايش؟ على خلينا نحكي على انه يتعبع. فشوفوا هون هاي depolarization plateau حكينا، الريفراكتوري بيريود هي بتكون مع الكونتراكشن، الكونتراكشن بيكون كل الفتره بين ديبولاريزيشن والبلاتو. تمام؟ هي فهي التنشن، شوفوا كيف مع الديبولاريزيشن بلش يصير في كونتراكشن، ضلوا مع البلاتو، وحكينا الكونتراكشن بيطول حتى بعد الايش؟ بعد الاكشن بوتنشال. ايوه شايفين هي هون خلصنا ريستنج بريف بس لسه في كونتراكشن، فهي التنشن ديفلوبت اللي هو الكونتراكشن. طيب اخر شيء خلينا نحكي عنه اللي هو الاي سي جي. ECG reflection of the electrical potential of the heart and that can indicate the wellness of the heart. It's composed of P wave, QRS, T wave. شو هذول؟ هذول انت لما هو تخطيط القلب، لما انت تعمل بالمستشفى تعمل تخطيط قلب عشان تشوف كيف بيشتغل القلب تبع البني ادم. فعندنا ال P wave اول واحدة اللي هي ايش؟ بتكون atrial depolarization، اول ما يطلع من الاس اي نود وينتقل للاتريوم بيطلع عندنا ال P wave. بعدين في عندنا QRS، هاي ايش؟ الventricles depolarization، فبيجي QRS. تمام؟ بعدين بصير في عندنا T wave اللي هي ايش؟ repolarization. طبعا هون اللي هي up و down بال ECG بتكون على حسب الليدات، اي شيء مش مطلوب منكم هسه بتعرفوه بسنة ثانية، بس هي لما يكون البني ادم يعني واقف زي هيك، تمام؟ بتكون الليدات في واحدة على ايده هون وواحدة على ايده هون وواحدة على رجله هون، وفي عندنا ستة هون بيكون على الصدر هيك. فهي حسب انتقال الكرنت من هون لهون، حسب الليد من هون لهون من هون لهون، في واحدة على الليدات اللي هون. فهي هاي الاب والداون ما لها، يعني مش انه اب ديبولاريزيشن تحت ريبولاريزيشن، لا هاي اللي هو الكرنت اللي بيطلع اتجاهه حسب الليد من هون لوين. هذا شيء ما بهمكم هسه بتعرفوه بسنة ثانية، بس انتوا عشان تكون عارف انه هاي مش انها ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. بس البي ويف بتمثل اتريال ديبولاريزيشن. انا هاي الحكي اللي بحكيه هون انه مش لفوق معناتها ديبولاريزيشن وتحت معناها ريبولاريزيشن. تمام؟ المنطقة P معناها atrial depolarization، QRS ventricle depolarization، T wave ventricle repolarization. طب وين الاتريال repolarization؟ هون بس ما بينت. ليش؟ لأنه في عندك ventricle repolarization أقوى بكثير من أنه يبين الاتريال repolarization. تمام؟ هذا هو الاي سي جي. طيب فهمنا شو الاي سي جي؟ وين الاتريال repolarization؟ هون، بس هو ما بين عشان الventricle depolarization قوي. طيب الاتريال كونتراكشن، خلينا نقرا عن النوتس هون. عندنا الاتريال كونتراكشن ارنت ذات سيجنيفيكانت از بلاد فلو فروم اتريال تو فنتريكل سبونتينيوسلي زي ما حكينا، اند ريبولاريزيشن از ماسكد. هاي اللي حكينا هون ماسكد ريبولاريزيشن. ليش؟ ايمرجد باي كيورس، راحت مع الكيورس بطلت تبين اللي هو الفنتريكولار ديبولاريزيشن. فعشان هيك احنا ما في عندنا الاتريال ريبولاريزيشن ما بنذكره. الاتريوم بسموها برايمر بامب. شو يعني؟ يعني 75% من البلد زي ما حكينا بمشي لحاله للفنتريكلز بدون انقباض. يعني هذا الهارت، تمام؟ الدم بمشي من هون لهون بدون انقباض بنسبة 75%، بيضل فيها 25% بنقبض الاتريوم ويطلعهم، فهو لحاله بمشي الدم بالعادة من الاتريال للفنتريكل. فمين المسؤول فعليا عن الانقباض ومين بيستفيد من الانقباض؟ هو الفنتريكلز. فعشان هيك هو الفنتريكلز اللي هو المهم. فعندنا الفنتريكل فنتريكولار فيبريليشن. شو يعني؟ ارتجاف بطيني. بصير القلب كيف يعني؟ ما بنقبض وحدة واحدة، ما بنقبض مع بعض، بتصير تنقبض هون هيك شوي، بعدين هون، بعدين هون،
بتصير انقباضات مختلفة، هاي اسمها ventricular fibrillation، بصير ايش ارتجاف فيك، بصير رج الفنتريكل، فهون بطل يطلع الدم بشكل صحيح. فأي عندك أخطر انك الاتريوم، طب الاتريوم حتى لو صار فيه ارتجاف تمام اصلا يعني انت مش معتمد على الكونتراكشن تبعه، فما بهمك انه يكون كونتراكشن فعال، يكون 25% 75% راح يمشوا لحالهم. بينما الفنتريكلز انت بتحتاجهم ينقبضوا بشكل صح وكامل حتى انهم يوصلوا للجسم كامل. فانت اذا صار عندك فنتريكولر فيبريليشن، الفنتريكل هو بيعتمد بشكل اساسي على الانقباض، فهون مش راح ينقبض صح، فما راح يطلع دم. فهمنا ليش الفنتريكولر فيبريليشن اخطر من الاتريال فيبريليشن؟ لانه الاتريال فيبريليشن ما بيعتمد على الكونتراكشن، شوف الرقم 75% سبونتينيوسلي فلو. طيب الكارديك اوتبوت ديبندز اون ذا فنتريكولر كونتراكشن زي ما حكينا. طيب اخر نقطه، ذا ريليشن شيب بتوين ذا اي سي جي ريكوردد ان ديفرنت ريكورد ذا ديفرنس بتوين ذا كارنت ات ذا ليفت اند ذا رايت ريست زي ما حكينا، and an action potential typically on ventricular myocardial cells زي ما حكيت لكم هون. يعني هون الليدات كيف تشتغل بعدين بتاخذوها، بس انكم تعرفوا انه هذا التصور فوق وتحت حسب حركه يعني حسب الليد من اي جهه لاي جهه. هاي الاي سي جي هذا بتاخذوه بالتفصيل بعدين، بس انتم لازم تكونوا عارفين شو الاي سي جي تمام. في بسنه ثانيه راح يكون في عندكم سيستم كامل كارديوفاسكولار، راح تاخذوا الاشياء بالتفصيل، وراح تاخذوا الكونتاكتيفيتي اوف ذا هارت هون راح تاخذوها بالتفصيل، قديش السرعه بالضبط لكل وحده تمام. وهيك بنكون كملنا الكارديو انتدكشن اوف كارديوفاسكولار سيستم. المحاضره الجايه راح تكون عن السمباثيتك اند باراسمباثيتك والافكت اون ذا هارت.